بس اخذ لفه يمين، بس لفه واحده يمين، تفتيش وجهنا. وصاحبي تركي ما عنده رخصه في العلاقه السابقه. والله يا عم عبد الرحمن زي ما انت شايف عن السياره الصلع الحبيب العروس. كم معك انت يا ابويا؟ ما صار لي شيء يا ابويا، انا زي الفل الحمد لله. طيب يا معفن فمك تصدم انت لازم. السلام عليكم شباب، كيف حالكم حبايبي؟ يا جماعة ايش التفاعل الخرافي هذا على المقطع الماضي؟ المقطع الماضي في 4 ايام اكثر من 1,000,000 مشاهدة، 220 الف لايك، ترند في كل الدول العربية، وكلكم متحمسين في الكومنتات شوية وتقتلوني. عمر وين الجزء الثاني؟ هذا هو الجزء الثاني، اللي ما شاف الجزء الاول اضغط فوق هنا مدري هنا عشان يروح الجزء الاول ويكمل الجزء الثاني هذا عشان يكون فاهم الاحداث. بس قبل ما اخش في المقطع حاب اشكر نون على رعايتهم لهذا الفيديو. نون يبيع كل شيء. تقول لي يا عمر يبيعوا مسبح سباحة؟ أقول لك يبيعوا مسبح سباحة عادي، تلاقي موجود ملابس، عطور، جوالات، كاميرات، كل شيء موجود في نون. وأحب أنوه على حاجة جدا مهمة، كل منتجات نون اللي عليها شعار إكسبرس تعتبر منتجات أصلية، وزي ما عودتكم دائما عندي لكم كود خصم QM يخصم لكم، ولا أقول لكم أنتوا جربوا بنفسكم وشوفوا الخصم كيف رهيب. أنا هنا مثلا أبغى أشتري مسبح، لما تروح رسالة التسوق راح تلاقوا تحت أدخل الكود أو الكوبون، حطوا QM وشوفوا الخصم. QM بسم الله. أهلا وسهلا، شايفين؟ صلاحية الكود بس لمدة أسبوع واحد، فاستفيدوا من العرض، استفيدوا من الكود، واشتروا كل الأشياء اللي تحبوها من نون. كل المعلومات اللي تحتاجوها راح تلاقوها تحت في الوصف، وخلونا نشوف قصتي مع قيادة المركبة الجزء الثاني. يلا ابدا كلامي بتحية الاسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. هلا اسمع رامي انت وهو وهي، معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. اخو بعدها خلاص ابوي قال لي عمر انت لازم تطلع الرخصه، اصلا خلاص وقتها يعني كبرت صرت في العمر القانوني اللي اقدر اطلع فيه رخصه، ما عندي عذر. رحنا على مدرسه القياده. طبعا مدرسه القياده يا جماعه الخير للي درس فيها، اللي في السعوديه، اللي في جده، اللي تعرفينه مزبوط، اللي انا ما احبه كبير، لا والله اللي كان فيها ذكريات حلوه. مدرسه القياده يا جماعه الخير مدرسه بس انت مع كبار، بس زي المدرسه اللي تروحها بس انه انت مع كبار، تمام؟ ولا صح تقدر تجيب جوالك، مره حماس. الدراسة في مدرسة القيادة تقريبا كانت اسبوع كامل، انا كنت اعرف اسوق بس كان لازم غصبا عني ادرس واطلع الرخصة، حتى لو انك تعرف، حتى لو انك اكثر واحد محترف قيادة، لو انك كينج النظيم برضو لازم تدرس عشان تطلع رخصة اسبوع كامل. بس اذا انت مرة ما في راسك ما تدرس اسبوع، تدرس اتوقع يمكن 10 ايام او شهر ماني متاكد، يعني مدة اطول من الاسبوع. انا دخلوني اسبوع لاني اعرف اسوق. فلما تدخل مدرسة القيادة اول يوم يقسموا الطلاب كلهم لمجموعات، انا افتكر قسموني مع مجموعة تقريبا كان عددنا 5 مدري 7 ماني فاكر، وكان معانا 2 باكستانيين وواحد سعودي، والله الفقية ناسيهم والله هنا. 2 سعوديين كانوا، ويا انه كان ضحك جروبنا كان مره جيد. طبعا الباكستانيين والله مو دارين فين الله حاطهم يا اخي، مساكين عشانهم ما يفهموا عربي كثير والشرح اغلبه بالعربي، فكان المدرس يقول يشرح وانا طالع فيه لقيه كذا مسرح، اقوم اطالع فيه كذا اسوي له كذا ادق يعني اقوم اطالع فيه شوي. والله مو عارفين فين الله حاطهم الباكستانيين، وكل شوي الباكستاني طالب فيني يقول لي ايش كلامه. مو فاهم شيء. افتكر كان مره حماس يعني، كان احيانا يعني حتى في مدرسه القياده كنت اهبق يا اخي. اي شيء في مدرسه لازم اهبق، احيانا كنت اهبق بمدرسه القياده وكان الطلاب اللي معايا في المجموعه يغطوا علي، يعني لما يجوا يسالوا عني يقولوا اه راح الحمام عمر الله يكرمه، ولا راح يجيب مويه وراجع، واتصلوا علي عمر بسرعه ارجع سالوا عنك، وانا اروح بسرعه توب 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 اروح ارجع. بس مدرسه القياده والله مو لازم ادرس يا اخي، انا عارف اسوق ما يحتاج ادرس. حتى من كثر ما كنت اعرف اسوق يعني كنت اروح المدرسه بالسياره وانا ما عندي رخصه، انا كنت اروح اتعلم عشان اخذ رخصه وانا اصلا رايح بدون رخصه. كيف تعمل بريك يا ابوي؟ انا لي 6 سنين اسوق بدون رخصه، تقول لي كيف اعمل بريك؟ فكان عوافي ان انا اهرب يعني، لا احد يسوي زيي، بس يعني نحكيكم قصه. المهم يلا، بعد اسبوع لازم يختبروك، اذا نجحت في الاختبار يعطوك الرخصه، اذا ما نجحت ترسب. بسيطة، معدل بسيط. والاختبار عبارة عن قسمين، قسم نظري وقسم عملي. القسم النظري الكتروني يفتحوا لك زي الجهاز فيه اسئلة، يوريك مثلا شعار السرعة، لهذه السرعة مكتوب عليها 100، ايش معناتها؟ معناته لا تتجاوز السرعة 100، يكون في خيارات انت تختار الخيار الصحيح. علامة توقف، ما معناها؟ توقف يعني يبغى لك. الاختبار مرة تافه النظري، نجي للعملي. طبعا العملي توتر الأرض. في الاختبار العملي تركب سيارة هم يعطوك إياها ويكون راكب جنبك عسكري ويقعد يختبرك، يقول لك سوي الشيء الفلاني، وقف، لوف يمين، طفي السيارة، شغلها إلى آخره. والاختبار هذا لازم تكون دقيق جدا جدا جدا،
ممكن تبدأ الاختبار وتشغل السيارة وتسوق وشوية وتفحص من كثر الاحتراف وتسوي كل المهارات صح. فجأة العسكري يقول لك كش ملك انت راسب، ليش ما ربط حزام الأمان؟ أشياء بسيطة ممكن ترسبك في الاختبار العملي. والمصيبة انهم يعطوك سيارة يعني مكروف ابو جدها، السيارة باليلا تتحرك وقيادتها صعبة جدا. كثير ناس يكونوا محترفين ترى يرسبوا بسبب السيارة او بسبب انهم نسوا يربطوا الحزام او نسوا يعدلوا المرأة، اشياء بسيطة. فتوتر الارض. افتكر هذاك اليوم كنت مشيك كذا، رحت بثوب وحطيت عودة في عز الشمس حق الظهر، ركبت السيارة، سلمت على العسكري، لبست الحزام، زبطت المرايات، زبطت المقل، زبطت كل حاجة. شوية اقول دعاء السفر، زبطت كل حاجة، بسم الله توكلت على الله شغل. بس نزلت البريك، جيت بحرك السيارة، راح العسكري قال لي يا أخي تصدق والله الجو حار. أنا طبعا اي والله صح الجو حار والله. راح قال لي يا أخي أنا من الصباح قاعد أشتغل، تصدق أنا تعبان، خلاص وقف وقف أنت ناجح في الاختبار. وربي مرة حماس نجحني لأنه كان حران، يقول لك خلاص أنت آخر واحد بقيت ويلا نبى نتخارج. واضح أصلا أنك أنت تعرف تسوق، توكل على الله، الله يوفقك. والله مرة انبسط واستلمت الرخصة بعدها بكم يوم تقريبا، وخلاص عمر صار قائد مركبة نظامي، ما عاد صار عندي أي مشاكل. تعال اصدمني، تعال وقفني يا عسكري، أنا جاهز للمساءلات القانونية. أفتكر أول يوم استلمت فيه الرخصة طلعت الشارع وأنا قاعد أسوق، وربي كذا طالع مين يسار، يلا وين العساكر، وقفوني يا عساكر. وهنا كانت الصدمة يا جماعة الخير، فعلا أنا كنت أحسب الموضوع نكتة، كثير قالوا لي النكتة هذه، وأنا متأكد كثير منكم اللي طلعوا رخص هيتفقوا معايا في الشيء هذا. بمجرد ما تطلع رخصة وتكون إنسان نظامي سيدة، ما في ولا عسكري يوقفك. ليش؟ شمعنا ما في عسكري يوقف؟ ليش يا عساكر وقفوني؟ أنا أبغى عسكري يوقفني يقول لي الرخصة والاستمارة عشان أقول له خذ رخصة واستمارة. والله العظيم يا جماعة الخير ما افتكر ممكن الا مرة واحدة خلال السنوات الماضية كلها وقفني عسكري قال لي رخصة والاستمارة. انا ذيك الايام قبل الرخصة كان كل يومين يوقفني واحد. ومتى تأكدت انه في شيء غلط في الموضوع؟ سنين اسوق ما في عسكري واحد وقف، ما شفت تفتيش، ابغى اشوف تفتيش ما شفت تفتيش، الين جاء هذاك اليوم اللي كنت قاعد اسوق تعبت من القيادة، وكان راكب معايا صاحبي جنبي، قلت له اسمع تركي انت سوق عني انا تعبان. بمجرد ما بدلنا المقاعد نزلت انا، هو نزل ركب بكاني ومشي دقيقتين بس، اخذ لفة يمين بس لفة واحدة يمين تفتيش وجهنا، وصاحبي تركي ما عنده رخصة. يا فرحة أمنا، دحين لما جينا بدلنا ايش تفتيش؟ صح ان تركي صاحبي يعرف يسوق بس يعني ما عنده رخصة، امسكونا توقيف سجن. وربي افتكر حتى اول ما شفنا التفتيش بسرعة بدل هو قاعد يسوق كذا، انا نطيت ونطق ما ادري سويش، سوينا خبطنا اللي شوية، انا صرت في مقعده وهو صار في مقعده، رجعنا مقاعدنا الطبيعية وحزه فزه. اكيد انا قاعد اسوق كل شيء نظامي، العسكري ما حي، العسكري قال لي عدي. طب فكيت الشباك يا ابن الناس، اسالني رخصه ولا استماره؟ ما يبغى يسالني رخصه ولا استماره. قلت له والله حظ غريب، حظ غريب. وبس والله كانت هذه قصتنا مع الذئب الابيض. قبل ما انهي حلقتي لليوم ابى اسالكم سؤال، ابغاكم تكتبوا في التعليقات ايش هي سياره احلامكم، ايش السياره اللي نفسكم تشتروها، لانه انا قاعد افكر استغني عن الذئب الابيض. نعم الذئب الأبيض عاش معايا سنوات وعاش معايا مواقف، عاش معايا مصايب، لكن أعتقد أنه خلاص جاء الوقت أني أتخلى عنه وأتعرف على سيارة أخرى. اكتبوا لي في الكومنتات اقتراحاتكم، اكتبوا لي في الكومنتات إيش السيارات اللي نفسكم فيها، ممكن يعني أعجب بسيارة من السيارات، وادعم المقطع هذا بزر اللايك إذا استمتعتوا في الحلقة، خلونا نوصلها 150 ألف لايك. وكان معكم عمر من قناة ماكس جدين، نشوفكم على خير، السلام عليكم. سلام يلا وقفوني يا شرطة أتأكد عندي رخصة ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع بعدين مع الستاند حق الكاميرا. أيوة لا أيوة بس خلاص.